طيب ان شاء الله نكمل النهارده بقيه الدرس بتاع الاباتشي، على الاقل نحاول نخلصه يعني. او بصوا احنا مش هينفع نخلص الاباتشي، مش هينفع نقول احنا خلصنا الاباتشي، لان الاباتشي فيه حاجات كتيره جدا يعني، المواضيع بتاعته تكاد تكون لا نهائيه يعني. ممكن نقعد فيها شهر مثلا ولا حاجه، ممكن اكتر من شهر ونص كمان، نقعد نشرح فيه بشكل يومي وعمرنا ما نعرف نخلصه. بس على الاقل الحاجات البيزكس بتاعته نلحق ايه نظبطها النهارده. احنا اتكلمنا على الاباتشي، اتكلمنا على البيزكس بتاعت الاباتشي، وقلنا ان الاباتشي الكونفيجريشن بتاعه متقسم لثلاث اجزاء رئيسيين. وبعد كده كان الاول الجزء الاولاني كان جلوبال كونفيجريشن، وبعد كده المين سيرفر كونفيجريشن، بعد كده الفيرتشوال هوستنج. اتكلمنا على الثلاثه وبصينا كده على الكونفيجريشن بشكل سريع. بصينا كمان وشفنا ان الملف الكونفيجريشن الرئيسي حاليا بتاع الاباتشي مش بيحطوا فيه كل حاجه، لا بيحطوا البيزكس بس، وبعد كده بينده على بقيه ملفات الكونفيجريشن عن طريق انكلود ستيتمنت، صح؟ طيب ممتاز. اتكلمنا بعد كده عن الاس اس ال وازاي انيبل الاس اس ال، او ازاي انيبل انكريبتد كوميونيكيشن في الاباتشي، وازاي نكاري البابليك كيز وبرايفت كيز. حتى الان ما شرحناش البي كي اي بشكل كامل، لان لسه جاي لها وقتها في الجزء بتاع السكيورتي. زي ما اتفقنا احنا قسمنا الكورس عندنا لجزئين، جزء سيرفيسز وجزء سكيورتي. هنتكلم على البي كي اي بشكل كامل في الجزء الخاص بالسكيورتي. طيب نرجع تاني لموضوعنا الاباتشي. اتكلمنا كمان عن الدايناميك كونتنت في الاباتشي، وبصينا على الماريا دي بي بشكل سريع كده، وازاي نستول ماريا دي بي، وازاي نعمل لها سكيور بشكل سريع، وازاي نعمل لها باك اب ريستور تكاريت يوزرز، ازاي تنستول اي دايناميك كونتنت ويب سايت زي وورد بريس مثلا كمثال سريع، صح؟ لو حد فيكم فاكر. طيب كان فاضل لنا بعض الحاجات الصغيره جدا عشان بقى خلصنا البيزكس بتاعت الاباتشي، زي مثلا ازاي نسكيور دايركتري معينه اي حد حاول ياكسسها تطلب منه يوزر نيم وباسورد. خلاص فرضا انت عندك كوب ابلكيشن مكتوب، والويب ابلكيشن دون مش بيسمح لك ان انت تدخل يوزر نيم وباسورد عشان تعمل اوثنتيكيت، فانت ساعتها هتضطر تسكيور الاباتشي كونتنت بحيث ان اي حد يطلبه لازم يطلب منه يوزر نيم وباسورد، ماشي كده؟ فده هيكون اللاب الرئيسي بتاعنا دلوقتي، ده هيكون اللاب الرئيسي بتاعنا، تمام؟ طيب تمام، تعالى كده نبص على الكونفجريشن بتاعنا كده على السريع. تعالى نمسك كده التيرمينال نروح له. السيرفر بتاعنا كان اعتقد الاي بي بتاعه 133، ممتاز. ممكن ابص كده على الاول الاباتشي عامل ايه. سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي، الاباتشي عندي شغال اهون. طيب كلام جميل، اكتف وراننج، حلو جدا. تعالى كده نبص على ملفات الكونفيجريشن الموجوده. تمام، عايزين نسكيور اي دايركتري موجوده، مش فارقه والله ايا كان الاسم بتاعها. فين يا سيدي فين؟ تعالى كده احنا نتعامل مع اي حاجه، او تعالى هنا. فين كنا عاملين فيرتشوال هوستنج؟ صح، اعتقد ان احنا كنا عاملين فيرتشوال هوستنج سي دي كده كونف دوت دي. كنا عاملين فيرتشوال هوستنج اهون، صح. في هوست واحد، في هوست واحد وفي هوست اتنين وفي هوست تلاتة. تعالى كده شوف في هوست اتنين ده، في هوست اتنين ده كان بيبص على الدايركتوري اسمها زعبولة اللي موجودة في اس ار في. طيب ممتاز، تعالى كده فيم كده الملف ده. وكان عندي دايركتوري بعمل له ايه؟ بسمح ان الدايركتوري ديا او بسمح الاباتشي ان هو يقرا الدايركتوري دي من الفايل سيستم. ممتاز، ممتاز جدا. تعالى كده انا عايز اخلي الاباتشي عندي يعمل ايه. اي حد يطلب الاول، قبل ما اعمل اي حاجه
قبل اعمل اي حاجه تعالى كده ام كي داير. سلاش اس ار في تعال اعمل دايركتري عندي هنا واسميها سكيور دايركتري خلاص، وتعال نحط فيها كده ملف وتعال نسميه secret.html وتعال نحط جواه اي تكست secret text ممتاز. تعالى كده نروح للمكنة الويندوز بسرعة نفتحها. فين عندي المكنة الويندوز اهي. الدايركتوري عندي كان اسمها secure dir secret.html. قادرين نوصل اهو. تعالى كده نروح سكيور داير secret.html. تعالى نشيل ده كده صح. ايوه ممتازه هي. مع الاس اس ال ما كانتش شغاله لو انت فاكر، لان انا كنت عملت مع الاس اس ال. لو حد فيكم فاكر مع الاس اس ال كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا ديفولت فيرتشوال هوست، وبرده نفس الحكايه زي ما احنا قلنا قبل كده ان المين سيرفر كونفيجريشن لو انت عملت ديفولت فيرتشوال هوست ايه اللي بيحصل له؟ بيوفررايد المين سيرفر كونفيجريشن. نفس الحكايه مع الاس اس ال، لو انت عملت اول فيرتشوال هوست ايه اللي هيعمله؟ هاي اوفررايد المين سيرفر كونفيجريشن. يبقى خليك دايما فاكر ان ايوه بالظبط. فانت مضطر تعمل ايه؟ المفروض كنت تروح تجنريت سيرتيفيكت ومش عارف بابليك كي وبرايفت كي، وتروح تساين الكي بتاعك دون البروس اللي احنا عملناه قبل كده. مفيش اي اختراع فيها يعني. فمفيش داعي ان احنا نقعد نعيد نفس الكلام مره ثانيه يعني. اعتقد ان الموضوع سهل جدا يعني. ماشي. المهم دلوقتي ان احنا عايزين نسكيور الايه؟ الدايركتوري ديت. مش عايز اي حد يحاول ياكسسها يشوف الملف ده. الملف ده اي حد المفروض ياكسسه لازم يطلب منه يوزر نيم وباسورد عشان يقدر ياكسس الملف ده. فتعال نرجع تاني كده للترمينال بسرعه. تعالى ايه نرجع تاني للملف بتاعنا اللي احنا كنا بنشتغل فيه دلوقتي فيم 02 كده الفيرشوال هوست. تعالى هنا كده يا سيدي نعمل ايه؟ تعالى نحط بقى كده الاول الاوثنتيكيشن تايب. قبل اي حاجه الاوثنتيكيشن تايب الاباتشي بيسبورت يعني اكتر من طريقه انه يعمل اوثنتيكيت. منها حاجه اسمها البيزك اوثنتيكيشن. البيزك اوثنتيكيشن دون بيطلب منك يوزر نيم وباسورد ويأوثنتيكيت منك على طول من غير اي مشاكل. الحاجه الثانيه ممكن يأوثنتيكيت من الالداب لو انت عندك الداب سيرفر، والالداب سيرفر ده اليوزرز موجودين فيه. يعني لو عندك مثلا اكتف دايركتري وعايز تخلي الاباتشي ايه يطلب اليوزر نيمز والباسوردز من الاكتف دايركتري او من الايبا، ممكن تطلبها عن طريق الاوثنتيكيشن. خلاص. ممكن تطلب كيربروس اوثنتيكيشن لو عندك كيربروس سيرفر وعايز الناس يأوثنتيكيت عن طريق الكيربروس كمان، لو بتتكلم بقى على تيكتس ويجيب تيكتس ويتاكد من الناس من غير يوزر نيم باسورد هيكون عن طريق التيكتس بس. لو الراجل ده معاه تيكت اسمح له، لو مش معاه تيكت ما تسمحلوش. برضه الاباتشي بيسبورت كل الكلام ده. كجزء من البيزك كونفجريشن بتاعنا هنستخدم البيزك اوثنتيكيشن اللي هو اليوزر نيمز والباسوردز موجودين عندك لوكالي على السيستم بتاعك. خلاص موجودين في ملف خاص بالاباتشي والمفروض ايه اوثنتيكيت بيهم. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. تعال اوثنتيكيت كده عن طريق البيزك اوثنتيكيشن دون. ممكن اقول له للبيزك اوثنتيكيشن
اوث تايب بيزك. ايه تاني كمان؟ المسج اللي هتطلع لليوزر دون، المسج اللي هتطلع لليوزر ممكن اقول له كده بليز ده العنوان بتاع الرساله تطلع لليوزر لما يحاول يطلب الصفحه دي. بعد كده فاضل لي المكان اللي هيكون فيه معلومات الاوثنتيكيشن دي، وليكن انا هحطه في اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف. تعال نسمي الملف دون دوت اتش تي باسورد، او سميه لي اسم اتش تي باسورد، اي اسم يعجبك يعني مش فارقه والله. خلاص الحاجه الاخيره خالص هقول له كده ريكواير. ايه اللي انا بطلبه منه؟ هطلب منه فاليد يوزر، لازم اليوزر اللي يقولك ده اللي يجي لك ده يكون ايه؟ ها فاليد. بس كده انا اعتبر شبه خلصت. بس ناخد الملف ده كده، اسم الملف ده كده كوبي، فاضل لي بس ان انا كريت الباسورد الخاصه باليوزر دون اتش تي باسورد داش سي داش سي عشان يعمل كرييت الملف ده، لان انا اول مره هستخدمه دلوقتي لليوزر اللي اسمه مصطفى. باسورد فيريفيكيشن ايرور، معناه انا دخلت باسورد غلط. بس كده خلاص. لو جيت تعمل كده كات الملف ده، بص ايه اللي عمله، راح للراجل اللي اسمه مصطفى عمل له باسورد خاصه بيه اهو. ماشي، ها حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها نعم، الباث بتاع الصفحة اللي هنعمل عليها سكيور. ارجع تاني كده للملف، انا كنت قايل له انهي حاجة دلوقتي هتشتغل عليها، او انت هتشتغل انهي دايركتوري. بص لي كده كويس، لو انت عايز تكون مور سبيسيفيك بقى، لو انت عايز تكون مور سبيسيفيك خلاص، ممكن تعمل حاجة تانية اهو. ممكن تكابي كل الكلام دون ادا 1 2 3 4 5 6 7 7، عندك 7 سطور 7 واي واي كده، وتعالى هنا كده نعمل بي للصفحة دي. تعالى فين، امسح الاوثنتيكيشن تايب اوثنتيكيشن نيم. الدايركتوري اللي انا كنت شغال عليها كان اسمها ايه؟ كان هنا، كان اسمها سكيور داير اهي على ما افتكر كده لو انا صح. ايوه سكيور داير اهو اهو. يبقى انا قلت له الدايركتوري دي كل حاجه جرانتد، والدايركتوري دي جرانتد بس معاها اوثنتيكيشن. خلاص تعالى كده سيف الكلام ده، وتعالى كده نقول له سيستم كنترول ريستارت اتش تي تي بي دي. خلاص سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي اهو شغال من غير اي مشاكل. ارجع تاني كده المكنه بتاع الويندوز دي، مش راضي يعمل اي اوثنتيكيت. تعالى كده معنى كده ان انا عندي مشكله موجوده هنا. ارجع تاني ملف الكونفيجريشن، بص عليه مره تانيه. اوث يوزر فايل موجود في اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف اتش تي باسورد الاول. تعالى كده سي ستيتس هنا،
بيرميسيف، ده معناه ان هي مش مانعه اي حاجه خالص. الاوثنتيكيشن تايب، اوثنتيكيشن نيم، اوثنتيكيشن يوزر فايل. لا الوقت ملوش دعوة، أعتقد إن الكونفيجريشن بتاعه صح، مفيش أي مشكلة خالص فيه. ماشي، تعالى كده نشوف الموديولز اللي معمول لها لود في الاباتشي. تعالى كده نشوف الموديولز معمول لها لود في الاباتشي. خلاص اهون موجود، اهون ده معناه ان المفروض الاباتشي يكون قادر ان هو يعمل اوثنتيكيشن من غير اي مشاكل. لا مش لازم تحطه ما بين ما بين كوتس، ما بين دبل كوتس خالص، مش شرط. في عندنا اي تايب ومستيك هنا؟ بص كده على الكاركترز اللي موجودة، طيب خليني اكون غبي شويه معاه هنا. ممكن اعمل هنا كده allow override auth config. في بس عندي هنا حاجه لانها ما لونتش، معناه ان في مشكله. auth config على كده نفتح تيرمينال تاني بقى ونشوف الايه الشل. افتح نيو تاب هنا، تعال بص على اللوجز كده، var log httpd. خليهولي كان زعبولا في هوست دوت لوج ده سكيور داير.
ماشي، تعال نبص عليه تاني كده. تعال نبص على اللوجز اهو، بيظهر لي في اللوجز اهو. ده معناه مكتوبه صح، ملف الكونفيجريشن بتاعنا مره تانية اهو. في عندي حاجة بس ال S كده، ال S E T C H T T P D conf، عندي H T password، حلو، دي حاجة كويسة جدا، ممتاز. تعالى كده change on apache نقطتين apache ل etc httpd conf ht password ht password اهو. تعالى restart service كده، تعالى نجرب مرة تانية. خلينا اكون اجريسيف شوية، خلينا اكون اجريسيف واستخدم طريقة تانية. المفروض الطريقة دي تشتغل، المفروض ان هي تشتغل، خلاص سيبها زي ما هي. وتعالى كده اروح سي دي لا اس ار في سكيور داير كده، وتعالى نفتح ملف اسمه اتش تي اكسس. مش محتاجين دي حتى. auth type basic auth name auth user file حروف كابيتال اهي، مش اي مشكلة فيها. بعد كده require valid user. تفتكر المشكلة هنا؟ ممكن انتحر ساعتها، اعتقد ان انا ممكن انتحر. استنى عليا، يا نهار اسود، انا المفروض اروح انتحر. احنا قاعدين من ساعتها عمالين نبص على، عمال اشوف على تايب وعمال ابص. طيب تعالى كده ايه، ام في دوت اتش تي اكسس كده. او الاول حطها لي في سلاش روت كده عشان اتاكد ان مش هو ده الملف، لان في طريقتين ان انت ممكن تحط الكونفيجريشن، او ممكن تحط الكلام ده في ملف الكونفيجريشن نفسه، او ممكن تحطه في ملف اسمه دوت اتش تي اكسس. الاثنين دول طريقتين مختلفتين بالمناسبه. فتعالى كده نشوف ملف الكونفيجريشن نفسه ما كانش شغال ليه، هل هو ده السبب؟ كان عندي لا كان كونف دوت دي خليها لي كده كابيتال. وتعال ريستارت الاباتشي مرة تانية.
تعالى هنا كده كنسل الحاجة ده، ريفرش مرة تانية. لا يبقى المشكلة ما كانتش في الطريقة، في عندي هنا لسه في مشكلة عندي هنا في الملف ده، ده كده لسه في مشكلة. هنحاول نشوف المشكلة فين ونصلحها، هنحاول نشوف المشكلة بتاعت دي فين ونصلحها. نرجع تاني الملف اللي احنا كنا عاملينه هنا. تعال نرجعه. ماشي. كده لما الراجل يحاول ايه؟ يحاول يعمل لوجن لازم يطلب يوزر نيم وباسورد، بمجرد ما يدخل يوزر نيم وباسورد صح ايه اللي حصل له؟ هيقدر يعمل اوثنتيكيت. طيب لو جيت تعمل ريفريش تاني مش هيطلب منك اي حاجه، ليه؟ لان الاوثنتيكيشن دون فين؟ سيفد مع البراوزر بتاعك. فعشان تعمله او عشان تطلب منه او يطلب منك مره تانيه، المفروض تحاول تمسح الايه؟ البراوزر ده او الكاش بتاع البراوزر تحديدا. خلاص تعالى هنا كده هيستوري، او تعالى هنا كده سيتنجز، تعالى كده كلير براوزنج داتا. خلاص تعالى كده مرة تانية، المرة دي هيحاول ايه؟ يعمل اوثنتيكيت منك. لو دخلت له اي حاجة هيرفض طبعا لحد ما تدخل له اليوزر نيم والباسورد صح. ماشي. تمام. يبقى دي خلينا فاكرين ان عندنا طريقتين. الاولانية ان انت تحط نفس البارامترز اللي انت عملتها في ملف الكونفيجريشن، بس تحطها له في ملف اسمه دوت اتش تي اكسس. خلاص، وتحط له نفس البارامترز بالملي، مفيش اي اختلاف. الطريقه الاولانيه كنت تحطه في ملف الكونفيجريشن نفسه. مش كده؟ نرجع بقى ملف الكونفيجريشن ده ونشوف ليه كان في مشكله موجوده. ام في كده دوت اتش تي اكسس ده حطه لي في سلاش روت، شيله خالص مش محتاجينه. ونرجع تاني ملف الكونفيجريشن بتاعنا، كان في اي تي سي اتش تي تي بي دي، كان في كونف دوت دي صح؟ ايوه. تعال نشوف ده كده. ماشي.
لا انا بفكر بس بسرعه كده. السي لينكس ديسيبلد، ملف الكونفيجريشن هو مش اختلاف. تعال نبص عليه تاني كده. اعتقد ان مفيش اي اختراع هنا ممكن نخترعه. ما اعتقدش ان عندي اي مشكلة هنا خالص، حتى السبيلينج كله مفيش اي مشكلة فيه. allow override auth config. ايوه أعتقدش دي ممكن تكون مشكلة. مستحيل تكون دي مشكلة يعني. اعتقد ان مفيش اي مش اعتقد انا متاكد ان مفيش اي مشكله هنا خالص. allow override
حتى دي مش محتاجينها اساسا. اوث تايب، اوث نيم، اوث يوزر فايل، وريكواير، بس مفيش فيها اي اختراع يعني. اشتغل خلاص، ارجع مكانك، اثبت مكانك يا معلم، اشتغل اهو خلاص. مفيش اي حاجة اتعدلت، مفيش اي حاجة اتغيرت، كان عندي بس مشكلة هنا. ارجع فين 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 اهي، الدايركتوري دي كانت اوند عن طريق الراجل اللي اسمه روت، كانت اوند للروت خلاص، فانا غيرت الاونر شيب بتاعتها للاباتشي. ريستارت للسيرفيس نفس الملف من غير اي حاجه خالص. لا بس انا لسه عامل الدايركتري دي دلوقتي، انت خليت الاباتشي هو الاونر المره اللي فاتت صح، بس انا لسه عامل الدايركتري اللي اسمها سكيور داتا حالا، او سكيور دار ده حالا خلاص. ودي غلطه من الغلطات اللي انا وقعت فيها وما خدتش بالي منها خالص يعني. بس مفيش اي اختراع فيه. تعال نديله اي باسورد كده، تعال نديله باسورد صح المره دي. اشتغل المره دي اهو. ثانيه واحده، ارجع تاني كده معايا. المره اللي فاتت انا عملت ايه؟ المره اللي فاتت خليت الاباتشي والاونر لمين؟ للدايركتوريز دي كلها صح؟ بس النهارده انا ضفت دايركتري جديده خالص اسمها سكيور داتا. الحته دي كده لسه متضافه دلوقتي حالا من شويه صح؟ طب البرميشن بتاعتها تبقى لمين؟ بص انا عامل لوجن كمين؟ انا عامل لوجن كروت، فطبيعي ان انت لما تعمل دايركتري كروت هتاخد البرميشنز بتاعتها كمين؟ كروت، شيء منطقي جدا. فانت المفروض بعد ما عملت الدايركتري دي ان المفروض الاونر شيب بتاعتها تكون الاباتشي. خليك فاكر المفروض البرميشنز الصح، البرميشنز الصح للاباتشي عشان ياكسس الفايلز المفروض تكون الاونر اباتشي والجروب برضو اباتشي خلاص. معنى كده من البدايه كان الكونفيجريشن بتاعنا صح، بس نسينا نغير بس البرميشن. ماشي، يبقى انت كده خدت طريقتين مختلفتين عشان ايه؟ ها، عشان تكيور الاباتشي. الطريقه الاولانيه تعدل ملف الكونفيجريشن نفسه، والطريقه دي هي الاسهل، الطريقه دي هي الاسهل. عشان بس طريقه تشتغل معاك مظبوط، اتاكد ان البرميشنز بتاعت الدايركتوري الصح، اتاكد ان البرميشنز بتاعت الدايركتوري الصح خلاص كده. طيب الطريقه الثانيه، حط ملف اسمه اتش تي اكسس، والملف ده هيدن يعني المفروض يكون اسمه دوت اتش تي اكسس، وحط فيه نفس البارامترز بالملي اللي انت كانك هتحطها في ملف الكونفيجريشن.
مفيش اي اختلاف اطلاقا. خلاص كده. طيب هو ليه الملف اللي اسمه اتش تي اكسس دون ده ملف يعني سبيشال، او لازم ليه لازم يكون بنفس الاسم دون؟ بص لي كده اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف اتش تي تي بي دي دوت كونف، ودور لي كده على دوت اتش تي. بص لي عندي كده فين، بص لي كده الملف دون. الملف ده ملف مهم جدا بالنسبه لك. هنا في ملف الكونفيجريشن او المين كونفيجريشن فايل بتاع الاباتشي هتلاقي فيه عنده دايركتيف كده مهمه جدا، بيقول لك ان اي ملف بيبدا بدوت اتش تي استريك الملف ده ايه؟ ها دينايد، او الملف ده دينايد. يعني من الاخر الملف ده مفيش اي يوزر هيقدر ايه؟ ها يطلبه منك. لو انت كده حاولت تروح دوت اتش تي اكسس تقراه او دوت اتش تي باسورد تقراه، الاباتشي هيعمل لك ديناي اكسس للملف ده، مش هتقدر توصل له. خلاص. فما تتخيلش ان الملف ده موجود ممكن حد من اليوزرز يطلبه وايه ها ويستخدمه، لا ده الكلام ده، او يشوف الكونفيجريشن اللي موجود فيه اقصد، ده مستحيل الكلام ده يحصل. ماشي. ها حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته حتى الان؟ ها جميل. انا يا سيدي كل دي لوجز جت ما شاء الله، يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ var log secure كده. فين؟ لا مش هنا برضو. var log httpd access log فين يا سيدي؟ error log اهو. بص لي كده ها الملف اللي فيه الايه اللوجز بتاعتك. بص لي كده اللوجن دينايلز اللي موجوده عندك. ها بص كده كويس، ايه السطر دون؟ السطر ده بيقول لك ان حصل فيلير في الاوثنتيكيشن للراجل اللي اسمه مصطفى، وحصل باسورد ميس ماتش. طب انت بتورينا ليه الكلام ده يا عم؟ اقول لك بس استنى بس على رزقك، كلها فتره قليله جدا، كلها يعني مفيش اسبوعين كده ولا حاجه ولا 3 اسابيع، ونبدا نتكلم على الجزء الخاص بالسكيورتي. هعلمك بعد كده ان شاء الله ان ازاي مع الاباتش دون او حتى مع الاس اس اتش معظم السيرفيسز ان انت تبص على ملفات اللوجز كل شويه. ها لو مثلا لو عندك اكتر من 3 اوثنتيكيشنز حصلوا في خلال دقيقه، والثلاثه دول كلهم فيهم مشكله، يرزعوا بلوك عن طريق الاي بي بتاعه، ياخد الاي بي بتاعه كده ويرزعوا بلوك. يعني من الاخر ممكن نسميها دايناميك فاير وول رولز، ها تبلوك الاي بي اللي حاول يعمل اوثنتيكيت وليكن اكتر من 3 مرات او 5 مرات للسيرفيس عندك. لان طالما واحد عمل اوثنتيكيت 5 مرات او حاول يعمل اوثنتيكيت 5 مرات وال5 مرات دول غلط، معناها ان الراجل ده احتمال كبير جدا يكون بيحاول يعمل بروت فورس اتاك عليك. البروت فورس اتاك ديا بيحاول ايه؟ يجرب اي باسورد كومباينيشن بحيث ان هو يلوجن على السيرفر ده، يمكن تخبط معاه كده واحده صح وايه ويدخل يعمل اوثنتيكيت. ماشي. فانا بوريك الحكايه دي عشان الفتره اللي جايه عشان تبقى ايه، تبقى عارف كويس جدا ان اي حاجه بتعملها سواء انت عملت اوثنتيكيت او عملت لوجن سواء صح سواء غلط كله بتسجل عندك وايه وموجود قدامك. فانت ممكن بعد كده تستخدم ملف زي الملف دون وايه، واي حد عمل فيلد لوجن اكتر عدد معين مرات ايه تروح رازع بلوك بناء على البيهيفير بتاعه دون او الحاجه اللي هو عملها دي. ماشي. ها حد عنده اي مشكله؟ ها اي سؤال؟ طيب ممتاز جدا. الحاجه بس الاخيره اللي عايز اقول لك عليها عشان نبقى نهينا على موضوع الاباتشي ده خالص، في عندك كمان
لو انت عندك ويب ابلكيشن شغال على الاباتشي دون وعايز تسكيور الويب ابلكيشن دون، فانت عندك كده يام انستول حاجه اسمها المود سكيورتي. المود سكيورتي دون هيسمح لك ان انت ايه، ها، تسكيور الاباتشي بتاعك. تعالى كده نقول له ار بي ام داش كيو اي ماشي. تعالى كده موجود اهو كيو ال، حلو جدا. بص لي هنا كده فهم اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف دوت دي، عندي مود سكيورتي دوت كونف. بص لي كده المود سكيورتي دون بيحاول ايه، يحملك الاباتشي بتاعك. اعتبر ان المود سكيورتي دون هو عباره عن ويب ابلكيشن فاير وول، هو عباره عن ويب ابلكيشن فاير وول بيحاول يشوف الريكوست اللي جاي من اليوزر، ها، ويبص على الريكوست اللي جاي منه ده. الراجل ده بيحاول ياكسس ان يو ار ال عندك. لو اليو ار ال شاكك ان في حاجه، هل في سيكوال انجكشن اتاك او اكس اس اس اتاك او ايا كان، يعني في انواع كده معينه من الاتاكس، بيحاول يعمل ايه؟ اوتوماتيك بيبلوك الاكسس بتاع مين؟ ها، بتاع الراجل ده. خلاص، وهتلاقي في عندك الرولز بتاعته والحاجات اللي موجوده فيها موجوده في activated rules astrid.conf. عندي كده مود سكيورتي دوت دي، او عندي كمان كونف دوت دي. ارجع تاني كده هنا، كونف دوت موديولز دوت دي، عندي هنا 10 مود سكيورتي دوت كونف اهون. هنا بيلود الشيرد اوبجكت بتاعه. طيب نرجع تاني كده، هنا بيقول لك بيحاول ينكلود الرولز بتاعته منين، ها، من المكانين دول، من مود سكيورتي دي استري دوت كونف. خلاص، تعالى هنا كده، لو جيت بصيت عليهم كده باي ديفولت، باي ديفولت هتلاقيهم ايه، ها، هتلاقيهم ايه، فاضيين، مفيش فيهم اي حاجه خالص. ايه ده يا عم، انت بتضحك علينا بقى ولا ايه؟ انت لسه عمال تقول هنسكيور هنسكيور وفي الاخر مفيش اي رولز. لا بص، بكل بساطه المود سكيورتي هيسمح لك تكتب رولز خاصه بيك، او حتى داونلود، او تجيب الرولز دي من على الانترنت من اي مكان، وتحاول ايه، وتحاول تحمي الاباتش بتاعك ده. ماشي كده؟ ها، لا لا ليه؟ قول لي ايه المشكله تاني عشان تسكيور الاباتش بتاعك. تفتكر ان اليو ار ال، اليو ار ال الراجل طالبه دوت، ازاي تتاكد ان اليو ار ال الراجل طالبه ده ما فيش فيه اي خازوق؟ يعني الكلاينت عندك طالب يو ار ال، اليو ار ال دوت بيحاول يكوري الداتابيس بتاعتك، ماشي كده، او بيحاول يكستراكت معلومه معينه من الداتابيس بتاعتك، وليكن الباسورد بتاعت يوزر معين. لو انت اعتمدت بكل بساطه على الفاير وول العادي بتاعك اللي هو الاي بي تيبلز او الفاير وول دي، مش هيحموك، انسى. انت محتاج ليفل تاني خالص من البروتكشن، انت محتاج ليفل تاني
مختلف تماما عن الطريقه العاديه. ازاي؟ هتبدا تتشيك اليو ار ال اللي الراجل كل مره بيطلبه، الكلاينت عندك بيطلبه، اليو ار ال ده وان ها لو بيماتش باترن معينه الاو الايه اليو ار ال ده ان هو يتطلب. لو اليو ار ال ده في حاجه معينه بتطلب، يعني لو اليو ار ال ده مثلا بيحاول ياكسس يوزر نيم ايكوال تو كذا ومش عارف اند باسورد ايكوال تو كذا، يعني انت هنا كده تعالى هنا يا سيدي، انت المفروض الراجل ده بيأكسس ملف عندك اسمه secret.php ويجي لك كده في الاخر اند ويضيف لك ان اليوزر نيم ايكوال تو مصطفى اند مش عارف الباسورد ايكوال مش عارف تو كذا. خلاص يعني مش عايز ادخل نفسي في حوار واقعد اشرحه من البدايه للنهايه، بس المهم ان في نوع معين من الاتاكس بتعمل حاجه زي كده. ماشي، الراجل بيحاول ايه يعمل زي سيكوال انجكشن اتاك، يحاول يستغل الكود بتاعك عشان يكستراكت معلومه معينه من الداتابيز او ينسرت معلومه معينه في الداتابيز بتاعتك. خلاص كده، فيوديك في داهيه بكل بساطه. طيب فائده المود سكيورتي دون ان هو بيشوف اليو ار ال ده كله اللي الكلاينت طالبه، لو اليو ار ال ده بيماتش باترن معينه معناه ان هو فاليد وتمام وزي الفل، لو بيماتش اي حاجه ثانيه ها لا 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 وقف الكلام ده كله يا عم، امنع الكلام ده كله، هيديله على طول مباشره فوربيدن وقول له ممنوع تطلب الريكوست ده، او لو الريكوست ده بيماتش اي حاجه عديه ما عدا ان هو لو بيماتش ان هو يعمل مثلا سيكوال انجكشن اتاك او XSS اتاك او غيرها. خلاص، فده فايده المود سكيورتي. طيب السؤال الاكبر بقى مع المود سكيورتي دون الرولز بقى، الرولز بتاعته عشان احمي الايه. تعالى هنا كده وتعال نروح لعمك جوجل الظريف ده. المود سكيورتي كده رولز كده هتقول لي انزل لك الرولز، الرولز دي منين. خلاص تعالى هنا كده نفتحه. الرولز دي بقى في منها نوعين، في منها رولز فري وفي منها ها كوميرشال رولز. خلاص كده، تعالى نفتح كده ونبص عليها. عايزين نكبر دي كده. داونلودز اهي. ما تعذبنيش بقى يا عم. Alt Z. بدل ما انا اقعد معذب نفسي اهيا على جيت هاب اهيا اسهل من الكلام ده كله. تعال نفتح اي واحده منهم نشوفها. الرولز اهيا، بص شايف الرولز بتاعتك اللي بتطلب عامله ازاي؟ عايز اجيب لكم حاجه سهله تقدر تتفهم واشرحها كده على السريع في ثانيه. شايف بكل بساطة بيحاول يماتش حاجات شبه دي كده. خلاص، بيحاول يديتكت سام كومن بي اتش بي كيوردز ان اوتبوت. شايف بيعمل ايه؟ باختصار عشان ما عادش اضيع لك وقتك، انا عارف الموضوع غريب بالنسبه لك، اول مره تسمع عنه، ممكن يكون اول مره تسمع عنه، مش معقول هاخد الموضوع خبط لزق كده في اول مره. يعني احنا لسه بنتكلم على الاباتشي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه بنتكلم على البيزكس،
فراح مدخلك ازاي تكتب مود سكيورتي رولز. مش عايز اوصل للمرحله دي واكون غتت شويه في حاجه زي كده. بس باختصار المود سكيورتي هيسمح لك ان انت تستخدم رولز مكتوبه قبل كده مسبقا. بالمناسبه يعني معظم الرولز اللي موجوده انت مش محتاج تادجاست معظم الرولز اللي موجوده دي. انت مش محتاج تادجاست الرولز اللي موجوده دي، انت ممكن بس تاخد الرولز دي تعمل لها داونلود وتعمل لها داونلود في الـ في الـ في الكونف دي دايركتوري بتاعتك الخاصه بمود سكيورتي. ماشي كده. تعالى كده نشوف حاجه. عايز اوريكم اكزامبل كده على السريع اهو. دي الرولز على فكره بالمناسبه اللي او المود سكيورتي ممكن يعمل الحاجات دي. خلاص بي اتش بي كود انجكشن، مش عارف اكسس كروس سايت سكريبتنج، اكسس اس اتاكس. اوريكم اكزامبل. ماشي. فين يا سيدي؟ اهو بص لي كده، شايف ده اكزامبل اهو. ده مثال بسيط جدا لليوزر ممكن يطلبه. اليوزر ممكن يطلب منك ريكويست من الويب سايت بتاعك كذا، ويضيف لك في الاخر كده كود صغير، الكود ده يرزعك الخازوق المتين. خلاص. فاللي بيحصل ايه؟ ان المود سكيورتي دون بيحاول يماتش كل اليو ار الز اللي اليوزر بيطلبها، ويحاول يماتش الكلام ده بناء على الرولز اللي موجوده عنده. خلاص. واوتوماتيك ايه اللي يحصل؟ ها اللي يحصل لو المود سكيورتي لقى ماتش لحاجه زي كده، اوتوماتيك بيديله فوربيدن ويقول له يلا حبيبي مع السلامه اتكل على الله. خلاص كده. تعالى هنا كده يمكن نلاقي. بص ده مثال للرولز بتاع المود سكيورتي. شايف سكيورتي رول عامله ازاي؟ خلاص. سكيورتي رول بتماتش الكونديشن دون، لو الراجل طلبه اوتوماتيك بيوقف الكلام ده. خلاص. ما علينا، مش عارف، اتمنى تكون الفكره واضحه مؤقتا. خلاص. يعني هنرجع له مره ثانيه ان شاء الله، هنرجع له مره ثانيه لما ندخل في الجزء الخاص بالسكيورتي. هنرجع له مره ثانيه نخش في الجزء الخاص بالسكيورتي، بس اعتقد ده في التراك اللي جاي، مش التراك ده. هحاول اركز على موضوع زي دون لانه اعتقد انه مهم جدا في البرودكشن انفايرمنت. يعني اعتقد مود سكيورتي ما عادش كاوبشن النهارده لاي ويب سايت، يعني حتى لو ويب سايت صغير اعتقد انه ما عادش اوبشنال يعني من زمان الكلام ده. ما علينا. مش بيماتش الكود، بيماتش اليو ار ال الكلاينت بيستخدمه، ويشوف اليو ار ال ده ها على حسب الايه الرولز اللي موجوده عنده، هل اليو ار ال ده مسموح له ولا لا، هل اليو ار ال ده بيماتش اتاك من نوع كذا ولا لا. وصلت؟ ماشي كده؟ طيب الرولز اللي احنا شفناها من شويه دي، الملفات اللي احنا كنا شفناها على جيت هاب دي من شويه، هتعمل بيها ايه؟ هتاخدها تعمل لها داونلود في المكان ده،
بالمناسبه انت ممكن تادجست الرولز دي، انت محتاج بس الاول تتعلم ازاي تكتب الرولز دي. يعني اد يو ار ال اهي، او اسف دي الرولز كلها اللي موجوده خلاص. سيكوال ايرورز مثلا، دي كل الايرورز اهو. بس اعتقد ان يعني تعالى كده، يلا طالما احنا كده بنعذب نفسنا عذاب عذاب بقى، يم انستول جيت مين فيكم اللي رازع النت؟ عندي عين. ما شاء الله. من 30 ميجا وصلت 36 كيلو. حاجة يعني خرافية بصراحة. يلا يا سيدي، هنا بينزل حاجة اسمها الكور رول سيت سي ار اس. الكور رول سيت دي اعتبرها ان هي بكل بساطة الرولز الخاصة بالمود سيكيورتي. خلاص تعالى كده سي دي للكور رول سيت دي. كل ده كومنتد. طيب طالع اعمل ايه؟ ls هنا cd rules اهي، دي كل rules اللي موجودة عندي. تعال نعمل ممتاز جدا، تعالى كده نعمل cb asterisk حطهولي في etc httpd conf mode security.d activated rules. خلاص دي كل rules اللي activated عندك. وبعد كده system control restart httpd، في عندي الاباتشي في مشكلة دلوقتي journal control dash xe، شوف في عندك مشكلة هنا. ماشي تعال نفتح هنا كده اللوجز في مكان تاني، var log messages كده
وتعالى نشوف ليه الاباتشي مش راضي يستارت. سنتاكس ايرور من السطر 56 من الملف ده، شايف ده شيء ممتاز. تعال نمسك الملف ده كده، بيقول لك السطر رقم 56 في مشكلة عندك هنا، السطر ده فيه مشكلة خلاص. مش معنى ان انت نزلت الرولز ان الرولز كمان بالمناسبه هتكون 100% شغاله على حسب السيستم بتاعك. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك ويب ابلكيشن، الابلكيشن ده بيطلب حاجه معناها ان هي تكون موجوده، فالرولز دي لو انت نزلت الرولز كلها الرولز دي بتكون ستريكتد جدا ماشي. فانت ممكن يكون عندك في اي حاله من الحالات ها تعمل ايه؟ ان لوب ابلكيشن بتاعك بيطلب ان هو يباي باس حاجه معينه، او انه محتاج رول من الرولز دي تكون تيرند اوف. فانت ما تتخيلش ان انت هتبقى محتاج 100% من الرولز دي، لا، انت ممكن يكون الابلكيشن بتاعك محتاج واحده من الرولز دي عشان يشتغل، وبتكون متاكد ان الكود مظبوط. هتقول لي اكون متاكد ازاي؟ بكل بساطه يا عم الحاج، لازم تراجع مع الديفلوبر بتاعك ان ده مش فلنربيليتي موجوده، او ان ده مش مشكله موجوده. يعني هو قصد يعملها كده ودي عمرها ما هتسبب لك مشكله. خلاص كده؟ خليك فاكر ان الرولز دي لما بتتكتب بتكون معظمها جينيريك، يعني تشتغل على اي سيستم. بس ممكن يكون الويب ابلكيشن بتاعك ماله؟ ها؟ محتاج رول من الرولز دي تكون ايه؟ تيرند اوف. فخليك فاكر الحكايه دي. ماشي؟ خليك فاكر الحكايه دي. تعالى كده نكومنت السطر ده ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. شايف السطر ده اصلا بيبدأ من فين لفين؟ ما شاء الله، يعني كل ده تبع السطر ده، ده معناه ان في عندي مشكلة. طيب عشان ما اقعدش اضيع وقت اساسا، امسح الملف ده كله على بعضه كده. طبعا في الحقيقه مش تعمل حاجه زي كده، يعني انا عايز اوفر في الوقت وانجز، هيكون عندي مشاكل تانية هنا. في عندك ملف تاني في مشكله هنا، سيكوال اي في مشكله خلاص. فعشان بس ايه انجز نفسي، مش هقدر ادجست رول واوجع دماغي برضو، لسه في عندي مشاكل. طيب هعمل حاجة تانية اصيع من الكلام ده كله. rm-rf etc/httpd conf، او خليها mode security activated rules. امسح لي كل الكلام ده خلاص، وتعالى في عندي في السطر رقم 46 هنا عندي مشكلة.
انا عندي مشكلة في سطر رقم 46. الاول كده في حاجة بس عايز اتأكد منها، اللي هي اللهم صل على النبي، RPM-QA script-i. حلو جدا. في عندي بس مشكلة، هيطلع عندي سنتاكس ايرور دايما لسبب معين. بص لي كده المود سيكيورتي بتاعي الفيرجن بتاعته كام، واللي احنا كنا بنشتغل عليه اهو. بص كده الحتة دي حتى انا نسيت اقول لك عليها، ان مش دايما لو انت جبت الرولز هتشتغل معاك. ليه؟ لان كل رولز مكتوبة لنسخة معينة من مود سيكيورتي. الرولز اللي احنا نزلناها دي او اللي احنا جبناها دي كومباتبل مع المود سيكيورتي نسخة 2 و8 او اكبر. خلاص ماشي. فانا ممكن احاول اشوف نسخة اقدم شوية. تعالى كده نشوف نسخة قديمة شوية. بمناسبة ده برضو المود سيكيورتي فيرجن 3 للانجن اكس. راح فين يا سيدي، فين لازم اجيبها هنا من قفاها بدل ما انا اعذب نفسي. ارجع كده ثانية واحدة. مش موجود حاجة.
ممكن حل تاني بما ان احنا مشغلين نسخة قديمة من الموديول دون. تعالى كده ثانية واحدة، RPM-QA rep-i mode security 2.7.3. طيب يام سيرش كده، مود سكيورتي ممتاز جدا، ممتاز. انا ممكن ابقى اصيع من ولاد الكلب دول واعمل ايه، بدل ما انا داونلود الرولز هما دايما حاطين الموست اب تو ديت رولز، وشالوا النسخه اللي هي كومباتبل مع 2.7، فانا ممكن ابقى اصيع منهم ار ام كده اي تي سي اتش تي تي بي دي مود سكيورتي اكتيفيتد رولز، شيل ده كده واقول له يام انستول مود سكيورتي الرولز بتاعته الكور رول سيت. اعتقد ان دي طالما جايه من نفس الريبوزيتوريز هتكون كومباتبل معاها. ايوه انا معايا الكور رول سيت اهي 2.2.9 بدل 3 اللي كانت عندي. تعالى كده نعمل له ار بي ام داش كيو ال ريموت سكيورتي كور رول سيت اهو، ممتاز. اوتوماتيك عملت لي اكتيفيشن ليها اهي، شفت بقى، بدل ما احنا معذبين نفسنا اي تي سي اتش تي تي بي دي مود سكيورتي اكتيفيتد رولز اهون، امسك عندك ادي يا سيدي كل الاكتيفيتد رولز بتاعت المود سكيورتي اللي موجوده عندي اللي كومباتبل مع النسخه الايه اللي انا مسطبها اللي هي 2.7، بدل ما انا معذب نفسي وكل شويه اجي اعمل ريستارت للسيرفيس يطلع عندي في مشكله في الرول والاباتشي ما يرضاش يقوم، فانا هعمل كده سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت. المره دي كده المفروض يشتغل من غير اي مشاكل اهون. تعالى كده سيرفيس اتش تي تي بي دي ستيتس كده المفروض ان هي شغاله من غير اي مشاكل اهي، اكتف راننج اهي مفيش فيها اي مشكله خالص، معنى كده ان الرولز عندي ابلايد من غير اي مشاكل. بالمناسبه لو حبيت تبص على الرولز دي مثلا سيكوال انتات سيكوال انجكشن دي خلاص الرولز هنا اعتقد ممكن تبقى حاجة سهلة بالنسبة لك يعني، معرفش يعني أعتقد لأ مش تبقى سهلة بالنسبة لك في الأول تقراها كده. خلاص تعالى هنا كده، تعال نبص على الأباتشي ونشوف الرولز بتاعتنا. لأ راحت فين؟ أدي المكنة الويندوز أهي يا عم، أبوس رجليك، مش عايز أبجريد ولا حاجة. طول ما أنت بتطلب ريكويستس عادية مفيش فيها أي مشكلة، ها أنت هتبقى تمام، والأباتشي هيسمح لك بحاجة زي كده. بمجرد ما تحاول ايه ها تطلب رولز غريبه شويه او مشكوك فيها، مش مشكوك فيها، لو رولز بتماتش الايه او انت بتطلب يو ار ال بيماتش حاجه من الرولز اللي موجوده دي، اوتوماتيك ايه اللي هيحصل؟ ها المود سكيورتي هيوقفك، سواء انت كنت بتحاول تعمل سيكوال انجكشن اتاك او اكس اس اس اتاك او بيماتش تروجنز اللي موجوده ولا امباوند بلوكينج، كميه رولز كتيره جدا ما شاء الله يعني، ربنا يديك الصحه بقى ها، وتعرف ايه تكتب الرولز دي بنفسك او ايه تعدل الرولز دي بنفسك. بالمناسبه خليك فاكر دايما ان كل رول ست بتبقى كومباتبل مع نسخه معينه من مين؟ من المود سكيورتي، يعني ما ينفعش تشغل مود سكيورتي نسخه قديمه مع رول ست جديده، مش هيقدر يفهمها، وده الخازوق اللي احنا وقعنا فيه لحد ما خدت بالي بسرعه ان احنا كنا مشغلين نسخه قديمه شويه، فاضطريت ان انا انزل ايه؟ الرول ست القديمه. انا كنت دايما بحاول في البدايه ان انا اجيب الرول ست او ليتست رول سيت وانا عندي نسخه قديمه من الايه من المود سكيورتي. طبعا انا مستغرب جدا ان هو مشغلين 2.7 لسه، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي، لان يعني انا شغال بقالي فتره كبيره جدا مع ديبيان وكان النسخه 2.8 موجوده وشغاله بقالها فتره كبيره جدا يعني مش فتره قليله، فانا مستغرب جدا ازاي سنتوس لسه في الريبوزيتوريز بتاعتهم لسه مشغلين 2.7، دي حاجه ما جاتش في مخيلتي اساسا يعني.
ما علينا، المهم ان هم شغالين 2 و7 حتى الان، فانا مضطر ان انا استخدم الرولز بتاعت 2 و7. الحاجة التانية كمان بعد الرولز، ان خليك دايما فاكر ان انت مش بالضروري ان انت تكون مشغل كل الرولز دي في نفس الوقت. يعني مش شرط ان انت عشان تسكيور الاباتشي تشغل كل الكلام دول، لا مش كده، احتمال تكون في رول عندك بتوقف لك حاجة، والحاجة دي انت قاصد ان انت تعملها. يعني الاباتشي بتاعك انت عامل كاتب كود في الصفحة بتاعتك، والديفلوبرز بتاعك مأكدين و100% مش هيعمل اي مشكلة، فانت مش شرط تكون محتاج الرولز دي. خلاص هو نفسه بيقول لك هنا كده، بيقول لك ايه، ان الملف دوت مثلا بيليمت عدد الريكوستس للسايت بتاعك، ماشي. فبيقول لك ان انت ممكن تعدل الملف ده بناء على حسب الريكويرمنت بتاعتك، شايف؟ وكمان فايل ابلود ليميت، هنا بيضرب له رسالة كده مسج يقول له الابلود فايل حجمه كبير جدا، شايف؟ مش عارف اذا كانت الفكرة واضحة ولا لا، انا حاولت اوضحها بابسط طريقة ممكنة، يعني مش عارف، بس يعني الى حد ما اعتقد ان هو الدنيا تمام. لو هترن الحاجة النهائية بقى عشان أخلص أكون خلصت الموضوع، لو هترن أي ويب أبليكيشن أو معظم الويب أبليكيشنز اللي موجودين النهاردة، فأنا أنصحك ترن المود سكيورتي. بالمناسبة في رولز كمان بتبقى موجودة للويب أبليكيشن بتاعك دون، يعني اللي أنا شفته قبل كده من زمان، إن الوورد بريس مثلا أنت مشغل وورد بريس أو مشغل جملة، فأنت هتلاقي بعض الرولز مكتوبة مخصوص للويب أبليكيشن دون، فأنت دايما خلي عينيك على حاجة زي كده، ودايما خلي عينيك كمان على اللوك فايلز، ماشي. ها حد عنده اي مشكلة؟ ها يبقى النهاردة اتكلمنا على جزئين، الجزء الاولاني ازاي اوثنتيكيت اليوزرز عشان ايه، ها لما يجوا ياكسسوا اي دايركتري معينة بطريقتين مختلفتين، الطريقة الاولانية عن طريق الكونفيجريشن فايل نفسه، الطريقة التانية عن طريق مين، ها الملف اللي اسمه اتش تي اكسس او دوت اتش تي اكسس تحديدا. الحاجه الثانيه اتكلمنا عن المود سكيورتي وازاي تسكيور الاباتشي بتاعك، وان المود سكيورتي دول عباره عن رولز او ويب ابلكيشن فاير وول بكل بساطه، هيسمح لك ان انت تبلوك بعض اليو ار الز او تبلوك الريكوستس اللي اليوزر بيحاول يعملها طالما الريكوستس دي مشكوك فيها، ماشي كده. وقلنا بيقدر يحميك من بعض او من موست كومن اتاكس، طبعا المود سكيورتي عمره ما يقدر ولا في اي سيستم هيحميك بنسبه 100%، بس على الاقل على الاقل هيحميك بدرجه كبيره، هيحميك بجزء بدرجه كبيره جدا كمان، مش كده؟ حد عنده اي مشكله النهارده؟ طيب ممتاز، إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ نتكلم على الدي ان اس بإذن الله، وهيكون واحد من أكتر المواضيع الطويلة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. يعني يا ريت الناس تكون جاية فايقة بكرة بإذن الله وتحضر نفسها، يعني ماشي. طيب تمام، أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، وتصبحوا على خير، السلام عليكم.